قال للحديث أكثر عن تزايد الوفيات في السجون الحكومية في العراق تزامنا مع تزايد أحكام الإعدام، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مدير الشؤون القانونية بمنظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان محمد عماد. أهلا بك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد محمد. وفاة 3 محتجزين في غضون 10 أيام في السجون الحكومية في مدينة البصرة فقط، بماذا تفسر تزايد أعداد الوفيات داخل السجون الحكومية؟ نعم، في البداية تحية لكم وللسادة المشاهدين. تأكيدا على ما تفضلتم به وما ذكره المركز الأوروبي المتوسط لحقوق الإنسان في بيانه عن وفاة 3 معتقلين، نؤكد هنا أن حالات الاعتقال هذه ما رشحت إلى الإعلام وما توصل إليها الباحثين القانونيين، لكن ما نؤكده هنا على أن حالات الوفيات والإعدامات تزايد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأن هذا الأمر ليس بالجديد. غياب الرقابة القانونية وحتى انتهاك القانون ضد الأشخاص المحتجزين من قبل الجهات المخولة بتطبيق القانون وتنفيذه، هنا نقصد الجهات القضائية ووزارة العدل والأجهزة الأمنية، كلها مشتركة أو جميعها مشتركة ومتورطة في ارتكاب انتهاكات خطيرة وجسيمة بحق أولئك الأفراد الموقوفون على شبهات غير متحققة بالأصل، وبالتالي هذه الحالات هي حالات مزدادة فعليا، ونخشى أن يكون هناك ازدياد أكبر عن الحالات التي تم توثيقها ورصها من قبل المؤسسات الحقوقية في ظل غياب الرقابة القانونية وحالة الانفلات الأمني والتنسيق بين أجسام من الحكومة العراقية مع الميليشيات المسلحة داخل العراق. نعم، الحكومة في بغداد من جانبها يعني تعزو الوفيات إلى أمراض سابقة كان يعاني منها المعتقلون. برأيك هل هذه الأعذار المتكررة لكل حالة وفاة تحدث داخل السجون، هل هذه الأعذار معقولة ومقنعة؟ قطعا لا، ولم نندهش طبيعة أو حقيقة بطبيعة تلك التبريرات الحكومية، كون أن الحكومة هي أحد الأطراف البارزة المشاركة بتلك الانتهاكات كما ذكرت قبل قليل. وبالتالي عندما تخرج الحكومة لتؤكد عن أو لتبرر بأن حالات الوفيات بسبب أمراض مستعصية أو هذا أو ذاك، هذا الأمر غير مقبول. عندما يتم التحقيق في أو وجود دلائل قوية على ثبوت وتورط أفراد من الأجهزة الأمنية وقيادات الأجهزة الأمنية وقتل الأشخاص ميدانيا أو حتى اقتيادهم إلى أماكن مجهولة وتعذيبهم، ومن ثم الادعاء والخروج بتقرير أن هذا الشخص كان موقوفا لدينا على تهمة على إحدى التهم المتعلقة بالنظام العام وحرية الرأي والتعبير وقد فارق الحياة بسبب فيروس كورونا أو حتى من قبل فيروس كورونا بسبب تردد الأوضاع الصحية، هذه مبررات لا أصل لها من الصحة، وهي عبارة عن تصدير لعذر قانوني أمام المجتمع الدولي لإخلاء من مسؤولية الحكومة العراقية من انتهاكاتها المتكررة بحق المعتقلين داخل السجون. يعني لربما يكون من الطبيعي أن تحدث حالات أو بعض حالات الوفيات داخل السجون لأسباب يعني لا علاقة لها بالتعذيب، ولكن هنا السؤال إلى أي مدى يمثل التعذيب النسبة الأكبر في وفيات المعتقلين داخل السجون الحكومية؟ نعم، حتى نعرف إلى مدى يمثل التعذيب نسبة، دعنا ننظر بشكل سريع جدا إلى ممارسات الأجهزة الأمنية أثناء خروج الاحتجاجات والتظاهرات وتعاملها مع الأفراد العراقيين والمواطنين العراقيين. هناك تعامل وحشي وابتزاز من خلال المال والضغط على العوائل، وأيضا إجبار الأشخاص تحت التعذيب بسبب تهديدهم بأن يتم اقتياد أقاربهم إلى نفس مصير هذا الشخص. كل هذه المعطيات تعطينا لمحة على أن حتى وإن كان هناك وفيات بسبب الأمراض، لكن يبقى السبب الرئيسي الذي يفقد من خلاله عشرات الأشخاص أو حتى مئات الأشخاص حياتهم داخل العراق وداخل وخصيصا في داخل المعتقلات نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد والابتزاز الغير أخلاقي وغير القانون الذي تمارسه السلطات العراقية عبر أفراد الأجهزة الأمنية ومن خلال إدارات السجون على العراقيين المتواجدين في تلك المعتقلات. يعني فيما يبدو سيد محمد أن الموت محتوم على من تسوقه الأقدار للوقوع أمام القوات الأمنية، فأحكام الإعدام كما تعلم تتزايد في الفترة الأخيرة. برأيك هل هذه الأحكام تصدر عن محاكمات يتوفر فيها أدنى معايير العدالة، أم هي يعني أحكام اعتباطية؟ على القطع لا، في معظم الحالات التي رصدناها ورصدتها العديد من المؤسسات الحقوقية هناك أشخاص وصلوا إلى أن صدر بحقهم أحكام إعدام، لكنهم دفعوا مبالغ مالية من أجل الخروج من ذلك الحكم، وبالفعل أفرجت عنهم السلطات القضائية. العديد من الأشخاص أيضا رووا قبل فرارهم من العراق إلى بعض المؤسسات الحقوقية، وأيضا تقرير الأمم المتحدة ضمن مثل هذه الشهادات أن أولئك الأشخاص ضغط عليهم أو أجبروا لدفع مبالغ مالية من أجل فقط الفرار من السجون أو حتى تخفيف الأحكام. الأشخاص الذين يتمنعون عن الدفع أو دفع المبالغ المالية ويخاطبون القضاء
أثناء عرضهم وجلستهم القاضي لا يستمع إليه بالأساس، بمعنى أن الجهات القضائية للأسف التي من المفترض أن تكون الضامن الحقيقي لتطبيق القانون أصبحت شريكا حقيقيا في تلك الجرائم، عندما رفضت أي دفوع قانونية تقدم بها الأشخاص، رفضت أي مرافعات يتقدم بها أولئك المعتقلين ومحامين عن سوء المعاملة داخل السجون، ومضت إلى ذلك من خلال الأحكام القاسية وتهديد الأشخاص بإيقاع عقوبة الإعدام نظير الحصول على أموال أو تخويف بعض النشطاء من ممارسة أو الاستمرار في نشاطاتهم المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. نعم، إذن مدير الشؤون القانونية في منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان محمد عماد، كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.